السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا، وهو إزاي أعمل سلم على الطاير، أو بمعنى أصح ما ياخدش مساحة، يعني بفكرة جديدة أو فكرة إنه يبقى على الطاير ملوش مكان، فما ياخدش ما يعملش كان تحتيه ما نعرفش نستغله. الفكرة دي بيبقى السلم موجود أو الدرج موجود بس على الطاير زي ما احنا شايفين كده. فكرته بسيطة جدا، التفصيلة بتاعتنا زي ما احنا شايفين، اللي هو بيبقى هيكل حديد وبيتكسي كله خشب. الهيكل الحديد ده بيبقى عبارة عن اي بي دي، اللي هو او حرف يو حديد. حرف يو حديد مثلا وليكن بعرض 30 سنتي، السمك بتاع الحديد ده ممكن يبقى 6 ملي لحد سنتي. وبعدين بيبتدي نركب جنب على الحيطة بمسامير زي ما احنا شايفين كده حديد، ونلحم فيه او نربط فيه بمسامير حرف الاتش الحديد ده زي ما احنا شايفين كده. دي صورة اوضح ايه، اللي هو الجنب الحديد راكب على الحيطة، راكب مسامير، ومركبين الدرج حرف اليو المقلوب ده بعرض 30 سنتي ومتركب بمسامير في الحيطة. الفكرة السلم ده ان هو او مستو ان هو ما بياخدش مساحة. طبعا ممكن نبدل حرف اليو بعلب مصمطة زي ما احنا شايفين، علبتين وباليتة راكبة على الحيطة، باليتات يعني. دي فكرة تانية اللي هو في التنفيذ في الهيكل الحديد نفسه، لإما نعمل حرف اتش عريض بعرض الدرجة، لإما نعمل علبتين مسافة بينهم 30 سنتي برضو بعرض الدرجة، وبتركب بباليتة على الحيطة، والباليتة بتتجمع بمسامير، وبيبقى عملي وما بياخدش مساحة في المكان، بقدر استغل المكان وبيطلع شكله شيك جدا. ده نفس الفكرة بس سلم دوران. هي فكرته زي ما احنا شايفين كده، هيكل السلم نفسه حديد وبعد كده بيتكسي خشب، ما بيبانش فيه اي حديد خالص زي الصورة الاولانية اللي احنا شفناها، اللي هو مش باين فكرة الحديد. طبعا انا بتكلم على الموضوع ده عشان كتير جدا سألوني على طريقة تركيب السلم اللي على الطاير. فدي فكرته بسيطة جدا، سواء بقى ايه حرف اتش حرف يو حديد، سواء زي ما احنا شايفين كده باليتا وصاج محمل، ده حرف الاتش اهو، وبيركب بمسامير على الجنب على الحيطة على طول، سواء بباليتات كل درجة لوحديها أو باليتة كبيرة وأجمع فيها الدرج، وبعد كده بكسي الحديد ده خشب وما بيبانش معايا أي حديد خالص، وبيبان إن هو الدرج بتاعه على الطاير. الفكرة دي زي ما قلنا ميزتها إن ما بيبقاش فيه أي هدار للمساحة تحت السلم، اللي هي المشكلة اللي بتقابلنا تحت السلم أعمل بيها إيه. دي فكرة ان انا اكسي بقى الدرجة اهو، ما بيبانش، اكسي الحديد بالخشب كده بالشكل ده. وطبعا بختار نوع الخشب اللي انا عايزه، يعني اي نوع خشب انا عايزه، ممكن ارو، ممكن زان، ممكن موجنا، ممكن بابونجا، اي نوع خشب انا عايزه بكسي بيه الحديد، ما بيبانش معايا اي خشب خالص او اي حديد خالص، بيكون اللي بيظهر عندي جسم السلم الخشب بس، ما بيبانش حديد معايا زي ما احنا شايفين كده. او دي الفكرة برضو ايه، باليتة حديد زي ما احنا شايفين، وكل ده بيتغلي في خشب. بصوا مش باين خشب خالص، مش باين حديد خالص، بيتجلد كله خشب، وطبعا بيتشطب ويدهن وكل حاجة، فيبان عندي المنظر في الاخر ان هو درج او سلم كله كتلة خشب. ادي فكرة تانية ايه، بصوا انا مستغل بقى ايه الدرجة النايمة نفسها، اتنين يو لحمهم في بعض مش يو واحدة، يعني ده جايب يو 15 اليو اتنين ب30 سنتي عرض الدرجة بتاعتي. هنا ده حرف يو بس قطعة واحدة اللي هو بعرض 30 سنتي كلها، وحاطط عليها كاسي بيها الخشب. طبعا كل دي افكار لاستغلال او النتيجة واحدة اللي هو سلم طاير او سلم على الطاير، بس بغير في قطعات الحديد او في الهيكل الحديد، سواء اعمله علب بقى او اعمله اتش واحدة عرض 30 او 2 اتش 15. طبعا كل ده حديد بيجي طبعا بالعود الحديد نفسه، طبعا المفروض حسب الاحمال، انت المفروض برضو تبقى عارف ان السلم مثلا او يقدر يشيل وزن قد ايه، اللي هو التقويه بقى اللي هو علاقته بالحديد التاني، ربطه ولا لحام، وعلاقه الحديد اللي هناك عند الحيطه بالحيطه اكمن او لحام او مبنط او زي ما هو الفكره هنا كده. كل دي افكار اللي هو اوصل بيها لسلم على الطاير بشكل او بهيكل حديد وبعدين بكسيه خشب. كل ما امنت طبعا علاقه التقويه او علاقه الربط بالحيطة ايه قد ايه، كل ما بقى أأمن، لأن المفروض طبعا يبقى الموضوع ده أمان أو في أمان أكتر على أساس الدرج ما يحصلش حاجة بعد كده أو درجة تريح أو الكلام ده كله. فعشان كده بندي لنفسنا أمان أو بندي لنفسنا سعة من الفكر إن أنا أقدر الهيكل الحديد ده يبقى قوي،
يشيل يتحمل الوزن او يتحمل الطلوع والنزول عليه. زي ما احنا قلنا كده اللي هو ده 2 يوعوا لحمهم في بعض وكسيهم بالخشب. الخشب قلنا زي ما نختار ايا كان شكل الخشب. فكرته بسيطه خالص على فكره، مش يعني مش جامده، بس بيدي نتيجه ممتازه جدا وشكل جمالي ممتاز ومساحه مستغله وشكله خفيف على العين، ما بيبقاش بقى ايه في اندريل وفي واخد مساحه في الارضيه والكلام ده كله. يعني احنا لما بنشوف شكله في الاخر اولا مش حديد، ثانيا ما بياخدش اي مساحه في الموضوع او ما بياخدش اي مساحه عندي في الفراغ بتاعي. ففكرته سهله جدا وتكلفته برضو مش غاليه، لان هو تكلفته غير لما اعمل مثلا الهيكل كامل خشب او فكرته ان انا اعمل سلم كامل خشب بالهندريل بتاعه، فتبقى مكلفه غير لما اعمل الهيكل حديد وابتدي اعمل الفكره دي. برضو على فكره ممكن نعملها بالرخام، نفس الفكره كده الرخام، وببيت الرخام في الحيطه وبرضو يبقى الدرج على الطاير، بس في الحاله دي بركب قايمه ونايمه، لازم احط قايمه عشان تشيل النايمه اللي فوقيها من غير هيكل خرساني، يعني هو السلم بيبقى شايل نفسه. فدي فكره تانية للسلالم اللي هي تبقى سلم طاير وبيبقى الشكل بتاعه جمالي زي ما احنا قلنا وبيدي شكل جمالي جدا. سعدت بيكم واشوفكم على خير. السلام عليكم.